وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما نطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك اقتراحاتكم وتعليقاتكم تهمنا. وعلى الراغبين في الدروس الخاصة التي فيها جزئيات وتفاصيل أكثر أو برامج الأورغات فالمرجو الاتصال بنا على الواتساب. اليوم سنقوم بشرح أغنية بلاك هي جات عندنا للفنان محمي لانو، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية بلاك للفنان محمي لانو، هذه الأغنية في مقام كرد على الصول، وكرد على الصول بهذا الشكل. والكرد على الصول يتكون من سي بيمول المي بيمول واللا بيمول كعلامات في السلم الموسيقي، سي بيمول المي بيمول واللا بيمول كثلاث علامات سوداء. الآن سنأخذ إيقاع علاوي على سرعة 100 ونعزف الأغنية كاملة، ثم نفصلها بالنوتة الحرفية البطيئة. هذه الأغنية على هذا المنوال، الآن سنشرحها من البداية. طبعا بداية غي دو 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 سي غي لا صول، والجواب صول سي غي دو، غي دو 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 فا مي غي غي، مي غي دو 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 سي غي لا صول لا صول فا غي غي سي سي لا لا صول صول. ثم نذهب إلى البراس، صول 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 فا مي 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 غي فا غي سي 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 لا دو لا صول، صول 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 فا مي 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 غي فا غي سي 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 لا دو لا صول. هذه ببساطة هذه الأغنية الجميلة بلاك هي اللي جات عندنا للفنان محمي لانو. أتمنى لكم استفادة وانتظرونا إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.